أهلا بكل الناس اللي بتشوفني على تيكو تيوب مع فيديو جديد. معاكم طارق إبراهيم النهاردة في فيديو جديد. النهاردة خامس يوم رمضان في أمريكا. كنت حابب أحكي النهاردة شوية عن رمضان. طبعا أكتر حاجة بتزعل الواحد في الغربة بالذات، يعني الناس أغلب الناس بتحسها في رمضان، لأن رمضان في مصر طبعا ليه طعم تاني. يمكن مش هيحس بكلامي ده غير المغتربين اللي زي اللي مسافرين، زي مثلا هنا أو في أي دولة تانية عربية مثلا، بس يمكن برضو في العربية الموضوع هيبقى أسهل شوية زي غير عندنا، لأن ساعتها هيشوفوا برضو أحاسيس رمضان والشهر الكريم والكلام ده. احنا عندنا صعب يعني تلاقيها قوي غير في اماكن اللي فيها عرب كتير، بس مثلا في الحتة السيتي اللي انا عايش فيها، انا عايش في السيري اسمها اديسون في نيو جيرسي، دي ما بتحسش فيها مزايا يعني ان في حاجة، الا لو رحت الجامع مثلا في صلاة التراويح. طبعا المسجد مش كبير قوي، بس بتحس بالشعور شوية، بس غير بقى الشعور بتاع مصر كده. عارف انت تمشي في الشارع قبل الفطار، رايح تجيب مثلا عصير تمر هندي، رايح تجيب مخلل، واقف بعد الصلاة مثلا مع اصحابك، تروح تفطر مع العيلة، تقعدوا مع بعض تتكلموا، تتفرجوا مثلا على الكاميرا الخفية. الحاجات دي، الاحاسيس دي صعب الواحد يلاقيها هنا. بنتفرج على كل البرامج على اليوتيوب عادي، بنشوف المسلسلات، بنصلي، اغلبها يعني بنصليها في البيت، بس الاحساس بتاع رمضان نفسه صعب تلاقيه. في عندك برضو اماكن مطاعم عربية الناس بتفطر فيها، بيبقى عاملين زي بوفيه، تروح تلاقي كل الاكل العربي بقى اللي انت نفسك فيه، محاشي بقى ورز وكل الحاجات اللي الواحد نفسه فيها. بس هي الحاجة اكتر حاجة اللي بنفتقدها هنا، اللي هو الاحساس مش عارف اوصفها لكم ازاي يا جدعان، بس اللي هو احساس بالاندماج كده وسط الناس كده. عارف انت تمشي يعني برضو العملية بتبقى هادية شوية، الناس مش متعرف. انا مش بتكلم بقى على الطريق وانت على الطريق والناس ماشية في طريق زحمة وبيتخانقوا ومتنرفزين، لا، اللي هو بقى جنب بيتك مثلا مع اصحابك مع العيلة مع قرايبك، بيبقى احساس حلو كده على الاقل متجمعين. فموضوع التجمعات دي صعب تلاقيها هنا، يعني الناس هنا ما بتتجمعش غير في كل عيد مثلا، زي احنا مثلا كان اخر عيد عندنا كان الميموريال داي، كان 3 ايام ويك اند، فكان عندنا اجازه سبت وحد واثنين، فالناس ما بتصدق يبقى يوم اجازه، تلاقي يوم الجمعه ده ترافيك موت، ما تقدرش تروح البيت من كتر الزحمه، الناس كلها على الطريق هتسافر، ما صدقوا ان في اجازه. فالواحد بجد مفتقد شهر رمضان في مصر، واعتقد ناس كتير عندهم نفس الاحساس اللي زي مغتربين. عاوز اقول في اخر الفيديو لكل الناس اللي بتشوفني هنا او في مصر او في اي حتة في العالم كله، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، يا رب تحققوا احلامكم، ويكون شهر كريم عليكم يا رب ان شاء الله. طارق ابراهيم، شكرا.